السلام ومن الله عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث. هذه الحلقه نناقش فيها تطورات الاوضاع في جزيره سقطرى. شهدت محافظة أرخبيل سقطرى تظاهرة حاشدة للتنديد بالعبث الإماراتي في الجزيرة والمطالبة بإنهاء التمرد على مؤسسات الدولة. وحمل المتظاهرون في بيان لهم دولة الإمارات مسؤولية زرع الفتنة ودعم الفوضى وشق النسيج المجتمعي السقطري، مطالبين برحيلها من الجزيرة. وأكد البيان الوقوف إلى جانب الحكومة ومؤسسات الدولة، مشددا على ضرورة إنهاء الفوضى والتمرد المدعوم إماراتياً وفتح الطرق الرئيسية في مركز المحافظة. وانضم محافظ سقطرى رمزي محروس إلى صفوف المتظاهرين مشددا في كلمة له على تلاحم أبناء الأرخبيل ضد كل من يريد العبث بأمن واستقرار المحافظة. إذا نتوقف عند هذا الموضوع لنناقش في محورين: لماذا نقلت الإمارات تصعيدها إلى جزيرة سقطرى؟ وهل يمكن القول إن الجزيرة دخلت الجولة الأخيرة في نزالها مع الأطماع الإماراتية؟ قبل البدء بالنقاش نتابع هذا التقرير. مجددا يعود الحراك الشعبي المساند للشرعية والسلطة المحلية في عاصمة محافظة سقطرى حديبو. مظاهرات حاشدة خرجت اليوم تهتف بالدعم والإسناد للسلطة المحلية وتعبر عن إدانتها ورفضها لممارسات الانتقال ومن خلفه الإمارات التي تستميت بالسيطرة على الجزيرة. منذ أعوام والجزيرة تشهد تجاذبات كبيرة بين السلطة المحلية والإمارات التي أظهرت مطامعها في الاستحواذ. جولات عديدة من النزالات خاضها أبناء الجزيرة مع الإمارات ورجالها، بدت فيها الإمارات طرفاً محتلاً تحاول بسط السيطرة مرة باستخدام القوة العسكرية والمظاهر المسلحة، وأحياناً بشراء الولاءات وتدمير النسيج الاجتماعي واللحمة المجتمعية. ما تقوم به أبو ظبي في الجزيرة البعيدة عن الحرب ينافي تماماً ما يروج له من أخبار عن الانسحابات من اليمن وتحجيم دورها في التحالف. فالواقع أن الإمارات تتنقل في مساعيها ومعاركها في مساحات مختلفة من اليمن، مرة نحو الغرب وأخرى في الجنوب وحالياً في الشرق. وعلى ما يبدو أن الإمارات لا تتخيل أنها ستخرج من اليمن خالية الوفاض، أو أنها في وهلة ضعف يمر بها اليمن خالت أن بإمكانها اللعب فيه كما تشاء. والواقع أن أماني الإمارات تسقط واحدة تلو الأخرى، فاليمن الموغل في القدم حضارة وتاريخا وجغرافيا ومجتمعا متماسكا لا يمكن أن يسلم رقبته لطارئ في شواطئ الخليج العربي، وفي التاريخ شواهد كثيرة. إذا نرحب بضيفي من جزيرة سقطرى الناشط السياسي عبد الله بداهن. سيد عبد الله مساء الخير. السلام عليكم. أهلا بك سيد عبد الله ومساء الخير، هل تسمعني؟ نعم مساء النور. أهلا بك سيد عبد الله، يعني لو تضعنا في صورة عامة للأوضاع الأمنية والمدنية في جزيرة سقطرى. اهلا وسهلا. نعم سقطرى اليوم انتفضت وكالعاده مع كل شده ومع كل مؤامره ومع كل رزيه يريدها ويخطط لها الغرباء والطامعون في ارضها وفي كرامتها وفي مقدراتها. تخرج سقطرى في كل حين وفي كل لحظه، وخرج أبناؤها سقطرى اليوم وكما هو الحال في كل سابق أيامهم وعهدا سيخرجون غدا وفي كل يوم، خرجوا ليقولوا للعالم أجمع وللطامعين والمتربصين وأتباعهم بأن سقطرى أرضا يمانية عربية لا شرقية ولا غربية. خرجوا يهتفون لوطن واحد ويحملون علم واحد وصورة رئيس واحد ويرفضون الوصاية، ولو يسعى لها حتى كل من يخطط ويفعل، ويجددون العهد اليوم للرئيس الرمز عبد الرب منصور هادي. سقطرى كانت وستبقى مدرسه للحريه ورجالها اساتذه الكرامه. نعم، لكن بالنسبه للاحتجاجات يعني خلال الايام الاخيره سيد عبد الله، بالنسبه للاحتجاجات خلال الايام الاخيره ربما قلت وتيرتها قليلا في سقطرى، ما الذي أعادها مجددا؟
ما هي المشكلة مؤخرا؟ في الأيام الأخيرة كما أسلفتم في تقارير سابقة، في الأيام الأخيرة سقطرة تعيدها آلة الأطماع التي تديرها الإمارات من خلف الكواليس وعبر مندوبيها وعلى الأرض، ينفذها المجلس الانتقالي وميليشياته والمتسلقين والمنتفعين من المال الإماراتي في سقطرة في كل مرحلة تقربه اليمن إلى الواجهة لابتزاز ولجعل الوصاية حاضرة في كل حين، والأطماع تستمر وتتجدد، ولكن يأبى أبناء سقطرة في كل لحظة وفي كل حين بمشايخهم ورجالهم وبسلطتهم وعلى رأسها المحافظ البطل رمزي محروس وبمشايخهم وعلى رأسهم الشيخ عيسى بن سالم بن يعقوب حفظه الله وجميع الأحرار بأن سقطرة في كل حين، يرددون بأن سقطرة لابد أن تبدا يمانية أصيلة عربية وترفض كل الأطماع وتنفض عن نفسها وتمج كل المنعطفات والفوضى والصراعات التي يراد لها، وبإذن الله ستخرج. جميل كبيرة. جميل، إذن ابقى معي سيد عبد الله، ابقى تكرم بالبقاء معي. أرحب بضيفي أيضا من سقطرة الناشط السياسي سعيد عامر. سيد سعيد مساء الخير. حياكم الله، مساكم الله بالنور والسرور. أهلا بك سيد سعيد، نتحدث اليوم عن آخر المستجدات في جزيرة سقطرة. ما الذي يحدث في الجزيرة مؤخرا؟ حياكم الله وحيا المستمعين والمشاهدين جميعا، شكرا لكم على الاستضافه. اهلا بك. اللي حدث اخر الكريم هو حراك سياسي واستقطابات وبعضها مشروعه والبعض الاخر مدسوسه ومدفوعه، وللاسف الشديد انقسم المجتمع السقطري غالبا ولاحظ بعضهم مجموعه منه عمل اجرامات امام مطار السلطه المحليه مما عاق السلطه المحليه من بادره اعمالها، مما دعا جميع الوطنيين والشرفاء انصار الشرعيه بالخروج اليوم. خرجوا اليوم ليرسلوا رساله معينه ان هذه السلطه ليست حصرا على المعتصمين هناك، ليست حصرا على رابيه خيار. هناك مجتمع سقطري ينبذ العنف وينبذ الاعتصام. هذه رساله اعتصام غير سليمه وغير منطقيه، لان تحيه حركه الناس وعرض مصالحهم. وسقطرة قد قالت كلمتها صباح اليوم، فعلا قد قالت صباح اليوم كلمتها رافعة العلم اليمني، علم الدوله اليمنيه، علم الجمهوريه اليمنيه، وصور عبد الله المصريبي. لا توجد هناك اي رايات اخرى غير رايه واحده هي رايه الدوله اليمنيه، لا توجد هناك اي مصالح او منافع غير رايه الدوله اليمنيه والدوله الاتحاديه والامن والاستقرار. الاخ معوض معروف الله بواجباته الوظيفيه ومهامه، ومساله تغييره من عدمه بيد فخامه الرئيس، والمعتصمين كان قد اوصلوا رسالتهم، المعتصمين اوصلوا رسالتهم، خلاص حلوا رئاسهم وصلت رئاسه، اما ان تستجيب او تستجيب من الشارع اللي خارج اليوم. طيب من يعرقلون عمل السلطه المحليه سيد سعيد؟ وينفض اي سيد سعيد، من يعرقلون عمل السلطه المحليه في نعم سيد سعيد، من يعرقلون عمل السلطه المحليه في جزيره سقطرة؟ يعني هل هم من ابناء الجزيره ويعملون لصالح الامارات، ام هم جنود اتت بهم الامارات من محافظات يمنيه اخرى، ام ماذا؟ الو نعم معك، تفضل. الو نعم سيد سعيد، هل تسمعني؟ الو ايوه انا اسمعك، كنت سامع من الوضع. نعم، كنت قد سألتك سيد سعيد بالنسبة لعرقلة عمل السلطة المحلية كما تحدثت، من الذي يعمل على عرقلة عمل السلطة المحلية في سقطرة؟ هل هم مجندون من أبناء المحافظة ويعملون لصالح الإمارات، أم هم يعني جنود أتت بهم الإمارات من محافظات أخرى؟
هو المعتصمين المتواجدين في الاقسامات هم غالبيتهم من المجلس الانتقالي، وطبعا المجلس الانتقالي معروف توجهاته ومعروف داعميه ومعروف مواليه. هذا موضوع ما واضح في الوضوح. مع ذلك في هناك ايضا اخرين، المعارضه ايضا مش ملاك، يعني مش ملاك ونرضي عنه بشكل عام بشكل نهائي، لا هناك ايضا اقسام المعارض وهناك ايضا خارجين على المعارض بدون اي اجنده، لكنهم تضامنوا الكل، يعني التقت اجنداتهم والتقت اهدافهم والتقت نظام الخيمه، استكملتهم الخيمه. نعم. إذا ابقى معي سيد سعيد، أرحب بضيف المحلل السياسي الدكتور عادل دشيلة، سينضم إلينا من إسطنبول. دكتور عادل مساء الخير. مساء الخير أخي الكريم. أهلا بك دكتور عادل. هل يمكن القول أن الإمارات اليوم دخلت معركة كسر العظم في جزيرة سقطرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة هي ما تزال تحاول زعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، وأيضا تريد الحفاظ على المكتسبات التي حصلت عليها في جزيرة سقطرى. نعم. الإمارات العربية المتحدة موجودة في سقطرى منذ بداية عاصفة الحزم، وما زالت متواجدة في أكثر من 9 مواقع يمنية هامة، من ضمنها جزيرة سقطرى وبعض الأماكن الأخرى مثل الموانئ والجزر وما إلى ذلك. اليوم قبل أيام الإمارات العربية المتحدة حاولت يعني أن تشوش على السلطة المحلية من خلال بعض المظاهرات، واليوم جاء الرد عكسي من خلال مظاهرات تؤيد المحافظ. معنى ذلك أن الجزيرة ليست مستقرة حتى اللحظة بسبب التصرفات الإماراتية، وهي تحاول زعزعة الأمن والاستقرار في هذه المحافظة. أيضا كانت الإمارات العربية المتحدة كانت تريد أن يتم الاستيلاء بطريقة عسكرية كما حصل في عدن على جزيرة سقطرى قبيل التوقيع على الاتفاقية الرياض بين الحكومة اليمنية وأيضا المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا. أنا من وجهة نظري الشخصية الإمارات العربية المتحدة لن تتورع وستستمر في محاولاتها اليائسة من أجل تنفيذ أو الحفاظ على المكاسب التي حصلت عليها من يعني خلال السنوات الماضية، ما لم يكن هناك تحرك عسكري على الأرض ضد الإمارات العربية المتحدة وهو مستبعد في الوقت الحالي. ولكن في المقابل مهما حاولت الإمارات ومهما يعني دعمت هنا وهناك فهناك يعني رفض شعبي، والرفض الشعبي هو أفضل وسيلة لمواجهة الأطماع الإماراتية سواء في سقطرى أو في المناطق الأخرى، لأننا اليوم كما ذكرت لك نعيش مرحلة اللا دولة، والدولة اليمنية وإن كانت موجودة فهي موجودة يعني بشكل يعني ليس أساسيا أو بشكل ليس قويا على الأرض. نعم. إذا ابقى معي دكتور، أذهب لضيفنا من سقطرى الناشط السياسي عبد الله بداهن. سيد عبد الله، يعني كما هو الحال في سقطرى مظاهرة ومظاهرة مقابلة أخرى، وبالتالي هناك يعني انشقاق ما بين الصف السقطري الواحد، يعني هل يمكن للسلطة المحلية احتواء مطالب الناس والمظاهرات التي تخرج بين فترة وأخرى مناوئة لها، وإن كانت يعني ضمن توجه الإمارات وكما يتحدث الكثير بأنها مدفوعة ومدعومة من الإمارات؟ يا أخي في سقطرى اليوم انشقاق حاصل بفعل المال الإماراتي وبفعل الأطماع الإماراتية التي يريدون أن يمرروا عبر المال الذي يشترون به الولاءات وعبر المجلس الانتقالي وعبر مجموعة من أتوا بهم من الإمارات أيضا من أبناء سقطرى المجنسين والمقيمين، وهناك
اوراد ضغط تستخدمها الامارات على اولئك المجندين. طيب ما هي مطالب هؤلاء الناس؟ احتجاجات ما الذي يطالبون به سيد عبد الله؟ نعم نعم سياتيك. عملت الامارات في المرات الاخيره بعد ان يئست من الجانب العسكري والانزال العسكري الذي فعلته في العام الماضي في الازمه التي كانت اثناء تواجد الحكومه برئاسه بن دغر. بعد ان يئست الامارات من الجانب العسكري وامكانيه ذلك انعطفت الى منعطف اخر ومسار اخر وهو مسار الميليشيات المحليه فانشات المجلس الانتقالي ودعمته وفرعه هناك وانشات الحزام الامني ودربت مجموعه منهم في عدن ثم دعمتهم بالسلاح وبدا وهذا منعطف خطير جدا. ولكن سقطرى لانها ترفض بسلميتها وبعفويه اهلها وبطبيعتها ترفض وتمد كل الاعمال العسكريه والفوضى فراوا في اللحظات الاخيره حاليا راوا بانه لا يمكن الفعل العسكري ان ياتيهم بشيء فعمدوا الى فعل المظاهرات السلميه ولكن بغباء يا اخي غير مألوف ولا يقبل عقل كيف لمن لا يعترفون بالرئيس هادي ولمن يرفعون علم التشطير ولمن يعني لا يعترفون بالشرعيه كيف لهم ان يرفعوا مطالب من خلال اعتصام يفعلونه امام يعني مكتب المحافظ ومن خلال تلك المظاهرات يطالبون الرئيس بتغيير هادي الرئيس آلي بتغيير المحافظ رمزي بحروس. نعم. و يعني عقلا كيف يريدون ذلك وهم لا يعترفون ايضا اصلا بالشرعيه. لكن يبدو ان الرئيس هادي والحكومه بل هو مؤكد يعرفون بان الامارات هي خلف ذلك ومعنى استجابه لمطالب كهذه معنى انه استجابه ل الاستيلاء والاستحواذ والشيطان سقط والاستيلاء على مقدراتها والعمل التخريبي الذي تريد من خلاله بعد ذلك الوصول الى تفكك المجتمع ثم الضعف ثم ذلك يعني تلاشي الشرعيه وسيطره الدوله اليمنيه على سقطرى من بعده ستجد الامارات الخلل. جميل، اذا وضحت الصوره الى السقطريين. وضحت الصوره، اشكرك جزيلا الناشط السياسي عبد الله بدهن، كنت معنا من جزيره سقطرى. اعود لضيفي الناشط السياسي سعيد عامر ايضا من ابناء جزيره سقطرى. سيد سعيد، يعني نتساءل هنا، هل نجحت الامارات في تمزيق اللحمه المجتمعيه في جزيره سقطرى؟ يعني كنت قد سألتك فيما يخص اللحمة المجتمعية في سقطرى، هل نجحت الإمارات في تمزيقها؟ لنكون واقعيين، أخي العزيز وليكن المشاهدين أيضا على اطلاع بشكل سليم. الإمارات أيضا لم نقل نحن أن ولا فترة طويلة متواجدة، هي أن قد تكون انحرفت الأهداف والغايات وتحولت من الغايات الإنسانية إلى غاية أيضا الاستمالة أو استقطاب أو وجود موقع قدم بشكل سليم مقطعي. وهذا اللي حصل. خلينا نقول حقيقيين، الإمارات تواجدها قديم جدا في صورتها، قديم جدا، ولكن لم تكن بالصورة الحالية. نعم. طيب بالنسبة للتواجد الإماراتي خصوصا بعد إعلان هذه الدولة الانسحاب من اليمن، يعني ما هل هناك ما زال تواجد للجانب الإماراتي في الجزيرة؟ السؤال مش واضح. ممكن يعني كنت قد سألتك فيما يتعلق بالتواجد الإماراتي، يعني الإمارات صرحت رسميا بانسحابها من اليمن،
هل ما زال للإمارات تواجد في جزيرة سقطرى؟ صوتك يتقطع بشكل نهائي. نعم الآن هل تسمعني جيدا؟ الصوت يتقطع. تسمعني الآن جيدا؟ صوت يتقطع صراحة، الصوت مقطوع نهائي. نعم إذا يبدو أن هناك مشكلة في الصوت، وأشكرك جزيلا الناشط السياسي سعيد عامر، كنت معنا من جزيرة سقطرى. أعود للباحث والكاتب الدكتور عادل دشيلة. يعني دكتور، طالما الوضع اليوم في جزيرة سقطرى مسيرة ومسيرة مناهضة، يعني هل نستطيع القول بأن هذا الأمر سوف يؤثر على مسار اتفاق جدة، خصوصا بأن المظاهرات المناوئة للسلطة المحلية في جزيرة سقطرى هي كما يتم الحديث بأنها تابعة للمجلس الانتقالي؟ أنا من وجهة نظري الشخصية لن يؤثر على توقيع الاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الانفصالي المدعوم إماراتيا. أولا لأن التوقيع المبدئي قد تم على الوثيقة المسربة، نعم، ولم يتبقى سوى بعض البروتوكولات يعني الرسمية لإجراء التوقيع. أما بالنسبة للاتفاق المبدئي والتوقيع عليه فقد تم منذ وقت مبكر. نعم، ولكن يعني يفهم هنا بأن الاتفاق شكلي، وما يحدث على الأرض يعني هناك تصعيد قد سبق ما بعد الاتفاق، فما بالك يعني بما سنشهده ما بعد هذا الاتفاق إذا كانت تخرج المسيرات اليوم والاتفاق لم يوقع بعد؟ أخي العزيز، طبعا على مدى الصراع في داخل الجغرافيا اليمنية لم نرى أي طرف سياسيا التزم يعني بما وقع عليه، يعني في اتفاقية 1989، في اتفاقية العام 2011 المبادرة الخليجية، في اتفاق السلم والشراكة، في اتفاقية العهد والاتفاق. طبعا كل طرف سياسي يريد فقط من خلال التوقيع على هذه المسودة أو على هذا الاتفاق فقط من أجل استرضاء أو من أجل إعادة ترتيب أوراقه. الإمارات العربية المتحدة بعد أن شعرت يعني بضغط محلي أي داخل الجغرافيا اليمنية، وبعد أن فشلت في تثبيت مخططها الإجرامي بحق الشعب اليمني بالقوة العسكرية لجأت إلى الحوار السياسي. نحن نعرف جيدا بأنه كان هناك يعني خطة أعدت مسبقا منذ العام 2015 إلى حتى بداية أو حتى الشهر الماضي، يعني في أو في شهر أغسطس الماضي، ورأينا كيف يعني قامت الإمارات العربية المتحدة بتمرد أو بانقلاب مسلح في العاصمة المؤقتة عدن، وتم طرد الحكومة الشرعية، وكانت تريد التمدد إلى شبوة ومن ثم إلى وادي حضرموت وبعد ذلك إلى المهرة، لكن فشل مشروعها من خلال استخدام القوة العسكرية، فشلت في شبوة، فشلت في حضرموت، واليوم يعني ستفشل أيضا، واليوم فشلت أيضا حتى في سقطرى، وبالتالي لم يتبقى لها إلا محافظة عدن. لذلك هي لكن دكتور، هل يمكن القول أن الإمارات بعد إعلانها الانسحاب وفشلها العسكري ستلجأ وتتجه إلى يعني استقطاب الوجاهات، وبالتالي دفع الناس إلى الشارع من خلال الوجاهات والكيانات سواء كأحزاب أو يعني أي كيانات أخرى؟ طبعا الإمارات العربية المتحدة الآن تريد الحفاظ على أدواتها وتريد إشراك أدواتها في أي حكومة يمنية مستقبلية، وتريد أن تحافظ على الحد الأدنى مما يعني من 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 يعني من الأهداف أو على الحد الأدنى من مصالحها التي قد تحققت لها خلال السنوات الماضية. لذلك الآن ستحاول شراء بعض الولاءات، ستحاول ايضا ادخال هذه المجموعات المتمرده يعني في اطار الشرعيه اليمنيه، وسيتم هذا بناء على اتفاق الرياض الذي سيوقع بشكل رسمي يوم الثلاثاء القادم بحسب التصريحات السعوديه وايضا وزاره الاعلام اليمنيه. لكن هل ستنجح في المستقبل؟ لن تنجح في المستقبل، الوقائع تقول والتاريخ وايضا يعني المؤشرات تقول بان الامارات العربيه المتحده لن تنجح في تثبيت مشروعها داخل الجغرافيا اليمنيه وخصوصا في المحافظات الجنوبية اليمنية، ولكن ستهدد الأمن والاستقرار وستدعم كيانات هنا وهناك ضد بعضها البعض. أما اليوم لو شاهدنا ونلاحظ ما الذي يحصل في سقطرى، هناك يعني تيار مناوئ للإمارات العربية المتحدة ويقول أحد المواطنين لا نريد يعني سقطرى لن تباع بسلة غذاء أو بسلة طعام، هذه إشارة واضحة بأن هناك يعني رفض شعبي ضد الإمارات العربية المتحدة وميليشياتها المسلحة، وأن هذه الميليشيات المسلحة التي تدعي زورا وبهتانا بأن
انها تمثل المناطق الجنوبيه لا تمثل الا يعني الا يعني 5% او 10% او نقول 15%، لكنها لا تمثل كل ابناء المحافظات الجنوبيه. اخي العزيز، الامارات العربيه المتحده والمملكه العربيه السعوديه يريدان الحفاظ على مشاريعهما او على يعني مصالحهما الاقتصاديه في المناطق الجنوبيه، وايضا يريدون الخروج من الحرج الدولي لان هناك ضغط دولي عليهم لابد من انهاء الصراع في اليمن. نعم، إذا أشكرك جزيل الشكر دكتور عادل دشيلة، كاتب وباحث سياسي، كنت معنا من إسطنبول، ونكتفي بهذا القدر ونصل إلى ختام حلقة الليلة. أشكر جميع ضيوفي، وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى، في أمان الله.